إن كان المستشار هشام جنينة يعني محق في كلامه والسيد الفريق سامي عنان عنده حاجة، أو عامة أي معارض ماسك حاجة فيها مصالح ناس ومخبيها، إن كان ده صح ومخبيها فهو معارض خائن لمناصريه وللحق ولكل حاجة في الدنيا. وإن كان لا يملك هذه المستندات ويدعي كده على جهات رسمية أو على قيادات في الدولة فهو خائن للدولة. أيوة بيبتزنا. كلا الاختيارين أنا رأيي إن كلا الحلين، يعني مشكلة قضية المستشار هشام جنان إن هي في جميع الأحوال مسيئة. ليه؟ لو الراجل ده يعلم حاجة ومخبيها ده غلط وعيب، وعيب في حقه وفي حق بلده وفي حق، يعني افرضي كان ليه علاقة بالدم مثلا، يبقى ده راجل عنده يعني في رقبته ذنب معين. وإن كان يدعي فبرضه ده عيب أسوأ وأسوأ أنك تدعي على قيادات الدولة. وإن كانت كنت تقصد أسرار عسكرية فده خيانة عظمى، والفريق سعد الشاذلي قعد 30 سنة بره بلده بسببها. يعني في جميع الاختيارات المتاحة أمام هذه القضية أعتقد أنها تحمل، يعني يحمل فيها وزر كبير، وربنا يعني يظهر الحق سواء لي أو عليه، نتمنى أن يظهر الحق. بالضبط. أنا يعني بس في الختام بس عايز أقول أنه بلاش نروج أو نسمح بترويج فكرة أنه كل واحد ممسوك عليه حاجة في وقتها، وبلاش نسمح للأخبار أنها تاخدنا في السياق ده. يعني بلاش نخلي الحالة العامة هي حالة ترقب، ده لما نتضايق منه هيقع، او ده لما ما يبقاش عاجبنا هنبقى نقول الحاجات اللي احنا خبقى. الحقيقه انه ده مش شكل طبيعي ابدا للحياه، ولا شكل طبيعي تستقيم به الامور. تبقى مراهقه سياسيه زي ما انا بقول لك، هي مراهقه سياسيه. انت لو عندك حاجه وعايز تضعف بيها المنافس بتاعك طلعها. انت عندك قنوات يعني بالصلاه على النبي 3-4 قنوات دول فاتحين ليل نهار، ما فيش شغل ولا مشغله، ولا عندهم تقارير ولا برامج ولا لقاءات ولا مسلسلات، ناس قاعده جايبين على المصطبه وقاعدين طول النهار مستنيين. هل ده لو ده يدفع لك مليارات عشان يشتري معلومه تسيء للنظام المصري، مستني ايه؟ كان ايه اللي يعني ايه اللي حايشك عن حاجه زي كده؟ ده اعتقد قناعتي ان هي مراهقه سياسيه. احنا يعني معانا على التليفون الاستاذ علي طه محامي المستشار هشام جنينه، واللي عايزين نفهم منه بشكل اكبر الوضع وما وصلت اليه الامور في قضيه المستشار او في التحقيق مع المستشار هشام جنينه. استاذ علي، طيب احنا استاذ علي هنحاول ان احنا نوصل له، علشان احنا تواصلنا يعني دلوقتي، انا بس يعني استاذ حسن بيقول لنا كده ان احنا وصلنا لهيئه الدفاع للمستشار هشام جنينه، لكن مش عايزين يردوا لانه واضح ان لسه في محاوله لتكوين راي جديد يتقال، لانه الطرح اللي اتقال طرح كان مسيء للمستشار هشام جنينه شخصيا، والطرح اللي قاله الاستاذ علي طه كان تقريبا بينفي ما قيل، فواضح انهم لسه لم يصلوا الى رد رسمي. طب خلينا بقى ناخد الحته الشعبي بقى بتاعت ولاد البلد، عشان بس ايه، خلينا في المام واكل العيش.